المقياس مو بس على العطاء، حتى على القيمة. من اللي ندفع فيه شيء يستاهل؟ اوه حجازي يلعب فرصة ماجد. تذكرت الحين؟ لا لا هو عارف مقولة الشهيرة الموسم اللي راح ولا اللي قبله، لا الظاهر الموسم اللي راح. أنا قلت لك اللعيبة القدامى لا جدد، إي لك حجازي. الإتي مع حجازي بقى شكله كثير باهي. باهي معروف. إيه. إي لا باهي. عندنا عند الثانية كورة ماجد تويجري. طيب على أي حال شوف. أول شيء سلم لي على العين. يوصل. على العين. اوكي اللي جابت واختارت كورنادو. اليوم تتكلم عن 7 جولات صانع ايش يا عبد الله؟ 6 اهداف، يعني معدل تقريبا كل مباراه يصنع هدفين. بعدين في اي مكان الكوره في رجله اعرف خطرة. ان الاتحاد في متوجه الى تهديد مرمى الفريق الاخر. ارقامه رغم انه اوكي مع الاخذ في الاعتبار انه واحده من المباريات انتهت بال6 على ابها اعتقد ولا لا؟ ايه الاتحاد على ابها. لذلك انا اقول كورنادو صراحه يعني تحس انه قيمته منه وفيه. وشوف ما شاء الله ما شاء الله انا اشوف انه العين في الاتحاد انا متاكد انها مختلفه مش عين واحده، اوكي؟ لانه هشام ناظر هو اللي جاب قروهي وقتها قلنا لؤي ناظر عفوا لؤي ناظر هو اللي جاب قروهي وقتها قلنا جايب لاعب مصاب اجنبي مصاب وش ذا قروهي طلع ظاهره كرويه غير عاديه بكل شيء زين. وبعدين برضو اللي جاب حجازي وغير الليله الاتحاديه الكرويه كلها، نظم لك الدفاع. ترى حمدان الشمراني قبل ما يبدا يلعب مع حجازي سواء ظهير ولا ستوبر، والله العظيم اني انا من الناس اللي كنت اقول هذا انا انحف منه طلعوه. صح. برز لنا حمدان كلاعب عموما. عندك تليسا اظن لاعب الفيحة، وعندك باريرا في الهلال، وعندك بانيقا في الشباب. كل هؤلاء يا عبد الله ننتظر منهم ايش؟ ننتظر منهم المشاركة المستقبلية في الصنع، علما بانك لما تتحدث عن جوله 7 لم ينتصف الدور الاول حتى الان، بدري الحكم على من هو رقم 1 من صناع اللعب. طيب انا باخذ رايه، هو اختلف. مش صناع، انا اسكز اجنبي، بس ماجد يقول بدري. كمان ماجد يقول بدري. لا لا مختلف. وانا بقول هذا رايك اختلف فيه. انا ما قلت رايي لسه عشان اختلف. لا انا حاسبك تقول اختلف. لا انت اليوم حساس علي. عشان مصبي على يساري.